حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، والتي نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربي الجديد، تحذير من تداعيات استعراض أتباع الصدر وتلميح بانتشار مسلح جديد لا يقف عند بغداد. في القدس العربي، مقتل وإصابة 4 من الشرطة في هجوم لتنظيم الدولة في كركوك. في صحيفة الزمان، كورونا يعاود ضرب البرلمان، إصابة 6 نواب في البرلمان العراقي وعوائلهم وحماياتهم بالفيروس. في موقع الخليج أونلاين، واشنطن ترفع الحوثيين من لائحة الإرهاب وتبقي عقوبات على قادتها. في صحيفة الشرق الأوسط، الخارجية الأمريكية، بايدن لن يسمح أبدا لإيران أو بإيران مسلحة نوويا. إندبندنت عربية، قالت تركيا تعتقل موظفا في قنصلية إيران على صلة باغتيال معارض. وفي الخليج الإماراتية، رئيس الوزراء التونسي يرفض الاستقالة ويطرح مقترح حكومة مصغرة. لم تكن عمليات استعراض القوة لسرايا السلام التابعة لمقتضى الصدر مجرد رسالة منه شخصيا إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بل هي في حقيقة الأمر كانت رسالة تنبيه وتحذير لكل القوى السياسية المتحركة باتجاه كسب الانتخابات المقبلة. فارس الخطاب يرى في صحيفة العربي الجديد أن انتشار ميليشيا سرايا السلام نذير شؤم بقرارات مقبلة ربما ستنزلق بالعراق إلى مجاهيل أخرى تضاف إلى سلسلة المجاهيل المتحكمة بمصير شعبه ومستقبل البلاد. مؤسف حقا أن تنحدر مجريات الأمور في العراق إلى هذا المستوى من سوء الإدارة وتغيب صوت العقل والحكمة وعدم وضع أي اعتبار لشعبه وسمعته إقليميا ودوليا. فمن المضحك المبكي أن يكون الإطار الذي وضعه التيار الصدري سببا لنشر ميليشياته في محافظات الوسط ثم بغداد، وهو ما أعلنه وزير الصدر المعرف باسم صالح العراقي عن وجود اتفاق بعثي داعشي للهجوم على مراقد أئمة الشيعة والسنة في النجف وكربلاء وبغداد، وهو أمر لم تؤكده الحكومة العراقية ولا هيئة الحشد الشعبي أو أي جهة أخرى. ولكن ما صدر بعد هذا الانتشار من زعيم التيار أو ممثليه يشير إلى أهداف أخرى، منها على وجه الخصوص إخماد التظاهرات الشبابية المستمرة في محافظات الناصرية والكوت والنجف والبصرة وتصفياتها، واتهامها بالعمل وفق أجندات خارجية، كما أنها أرسلت رسائل واضحة إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والقيادات الأمنية، مضافا إليها بعض ميليشيا الحشد وخصوصا عصائب أهل الحق بأنها، أي ميليشيا المهدي سرايا السلام، هي من تملك زمام المبادرة في الشارع العراقي، وهي من تتحكم بنبضه الأمني متى ما أرادت، وهو ما زاد من هيبة الدولة العراقية تراجعا وانتكاسا. ويضيف الكاتب أن الاستعراض سرايا السلام دلالات ستفضي على الأغلب إلى تأثيرات سلبية على السلم الأهلي في هذا البلد، فكل المؤشرات في العراق توضح بجلاء أن أبوابا ستفتح أمام معارك جديدة بين القوى الشيعية حول من ستكون له الغلبة في الانتخابات المقبلة. تعلم مقتضى الصدر من خلال المواجهات مع الدولة في الأعوام 2004 و2006، والتي انتهت بعملية صولة الفرسان التي شنها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على التيار الصدري في البصرة في العام 2008، تعلم بأن وجوده في السلطة هو وحده الضامن للإبقاء على التيار الصدري ككيان سياسي وتأمين الموارد الضرورية لإدامة تياره عبر لجان اقتصادية داخل الوزارات ومؤسسات الدولة
المختلفة. يحيى القبيسي يقول في صحيفة القدس العربي إن مقتضى الصدر يسعى من خلال تحركاته الأخيرة إلى مصادرة الدولة. نتائج انتخابات العام 2018 التي انتهت بحصول ائتلاف سائرون الذي ضم التيار الصدري وحلفائه على المركز الأول بحصوله على 54 مقعداً قلبت المشهد رأساً على عقب، فقد اتضح أن كل ما كان يظهره التيار الصدري من عقلانية ولو بحدها الأدنى لم يكن خياراً استراتيجياً بل مجرد تكتيك فرضته عليه جملة معطيات، ثم سعى صراحة إلى فرض أبويته على النظام السياسي ككل، ولم تكن الوصاية السياسية والاجتماعية كافية، وبدأت الإشارات الصريحة إلى محاولة السيطرة على الدولة بأكملها عبر الإعلان عن سعي التيار للحصول على منصب رئيس مجلس الوزراء في الانتخابات القادمة والتي ستتبعها دعوة صريحة لاعتماد النظام الرئاسي بديلاً عن النظام البرلماني، وهي نفسها دعوة المالكي في العام 2009 عندما اعتقد أن الفرصة متاحة لمصادرة الدولة لمصلحته. من هذا المنطلق يجب فهم غزوة سرايا السلام على بغداد ومحافظات أخرى ليلة الاثنين الماضي بأنها رسالة تأتي في هذا السياق. لم يعد مهماً السؤال اليوم عن موقع سرايا السلام في إطار الحشد الشعبي ولا عن العلاقة المفترضة بينها وبين أي قيادة أخرى باستثناء مقتدى الصدر، ولا عن قدرتها على الحركة بسلاحها في أي لحظة دون أن تعترضها أجهزة الدولة العسكرية أو الأمنية. الكاتب يقول إن هذه الأسئلة أصبحت لا تعني شيئاً في ظل عراق اللادولة، ولكن السؤال الذي يجب أن يقف عنده الجميع هو إلى أي حد يمكن أن يصل حلم مقتدى الصدر في مصادرة الدولة قسراً إذا لم يتمكن من مصادرتها بالسياسة. إياد العناز كتب في صحيفة البصائر مقالا عن الزيارة الأخيرة التي قامت بها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين هينس بلاسخارت إلى إيران ولقائها بمستشار علي خامنئي للشؤون السياسية علي أكبر ولايتي للتباحث حول الانتخابات العراقية القادمة والمزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل. الكاتب يرى أن هذه الزيارة ابتعدت كثيرا عن الدور الأممي الذي تقوم به الأمم المتحدة وأسست لمفاهيم بعيدة عن الاستقلال السياسي. فالمتابعة. هذه الزيارة أكدت حقيقة أن النظام الحاكم في طهران يمتلك العديد من مفاتيح اللعبة السياسية في العراق، ولديه من الإمكانيات والنفوذ ما يستطيع أن يتحكم بالقرارات السياسية الصادرة عن حكومة بغداد. كما أن الزيارة أكدت فشل دور الأمم المتحدة السياسي في العراق واعتراف واضح وصريح بدور إيران ونفوذها الواسع في بغداد. لهذا فإن بلاسخارت تسعى لاسترضاء النظام الإيراني على المراقبة الدولية والأممية للانتخابات القادمة وكبح جماح أي تدخل للميليشيات في التأثير على سير الانتخابات والابتعاد عن مراكز الاقتراع. إن المفهوم العام لسلوك بلاسخارت أكد أن القرار العراقي ليس بيد أحزاب السلطة وأنها لا تمتلك حق التصرف بمقدرات البلاد والدفاع عن حقوق أبناء الشعب العراقي، وأنها رهينة للمنافع والمصالح الدولية والإقليمية. إن الأحزاب والكتل السياسية والميليشيات الولائية التي تتمتع بعلاقات جيدة مع النظام الإيراني تخشى من المراقبة الدولية والإشراف الأممي، كونها ستعمل على تزوير نتائج الانتخابات القادمة وستتدخل بكيفية إدارة مراكز الاقتراع والتأثير على الناخبين والعمل على فوز التابعين لهم من المرشحين عبر القوائم المعدة من قبل الأحزاب. ويختتم الكاتب بالقول إنه من يعول على المجتمع الدولي ومشاركة الأمم المتحدة في الإشراف على سير الانتخابات أنه سيحصل على نتائج أفضل كما يتمناه فهو في وهم كبير، لأن جميع الأدوار التي قامت بها الأمم المتحدة وعبر منظماتها ومكاتبها وممثليها في بغداد كانت واضحة ومعروفة عبر العديد من البيانات والتصريحات التي تبارك سير الانتخابات وتثمن دور الحكومات التي تلت الاحتلال.
عندما تتساهل الإدارة الأمريكية الجديدة مع ميليشيا الحوثي وتعمل على شطبها من لائحة الإرهاب، لا يعود مستغرباً متابعة إيران اعتداءاتها غير المباشرة على المملكة العربية السعودية انطلاقاً من الأراضي اليمنية. خير الله يقول في صحيفة العرب اللندنية إن قصف مطار أبها السعودي يطرح تساؤلات عن نيات إيران، ولماذا كل هذا الإصرار على اتباع سياسة هجومية في وقت تصر فيه إدارة جو بايدن على التعاطي بطريقة مختلفة مع الحوثيين. من الواضح أن ردود فعل الإدارة الأمريكية تأتي من منطلق الرغبة في إعادة النظر في كل القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب، بما في ذلك القرارات الصائبة. كان لافتاً أن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو لم يطرح تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية إلا قبل أسبوعين من نهاية ولاية ترامب. قد يدل ذلك على غياب الجدية في الذهاب بعيداً في أخذ موقف مما يدور في اليمن. ما هو مستغرب أكثر من ذلك؟ اندفاع إيران نحو انتهاج سياسة عدوانية انطلاقاً من اليمن وداخل اليمن نفسه، في وقت يبحث فيه مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث وهو بريطاني عن كيفية مشاركتها في أي تسوية تحدد مستقبل اليمن، بما في ذلك مستقبل ميناء الحديدة الذي يهم البريطانيين كثيرا. لا تفسير للتصرف الإيراني سوى الرغبة في إظهار أن طهران تمتلك أوراقا كثيرة في المنطقة، وهي تتعاطى مع الإدارة الأمريكية الراغبة في العودة إلى الاتفاق في شأن ملفها النووي من موقع قوة. في كل الأحوال، إن الهجمة الحوثية الأخيرة على مطار أبها يمكن أن يدفع إدارة بايدن إلى رؤية الوضع اليمني من زاوية مختلفة، تأخذ في الاعتبار أن الموضوع لا يمكن النظر إليه بالأسود والأبيض. الكاتب يقول إن على إدارة بايدن النظر إلى اليمن بعينين ثاقبتين بعيداً عن عقدة اسمها إدارة ترامب. كل ما في الأمر أن إيران تستغل الفراغ في اليمن، وهو فراغ ناجم عن وجود شرعية فاشلة وعاجزة عن تكريس وجودها في هذا البلد وخلق جبهة تهدد منها المملكة العربية السعودية وكل دولة من دول الخليج العربي. يشكل القرار بمد ولاية المحكمة الجنائية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 و900 وألف وما يمكن أن يوفره من فرص لمطاردة مجرمي الحرب، يشكل صفعة لمشاريع الاستيطان والضم وفلسفة صفقة القرن والحلول المجتزأة. عريب الرنتاوي يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن القرار الذي كان مبعث قلق لحكومة نتنياهو سيكون في المرحلة المقبلة عرضة للمساومات والمقايضات في سوق نخاسة يسمى دبلوماسيا مسار المفاوضات المفضي لحل الدولتين. سيطلب إلى السلطة عدم اللجوء إلى المحكمة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في غزة والضفة والقدس من الإسرائيليين، امتداداً لموقف أمريكي ناهض عضوية فلسطين فيها وتوقيعها ميثاق روما المنشأ لها. ولسنا نستبعد أن تكون المساعدات الأمريكية بعضها أو جلها مشروطة بقبول هذا الطلب الإسرائيلي في جوهره. لسنا نستبعد أن تكون الخطوات التي وعدت إدارة بايدن الفلسطينيين باتخاذها من نوع فتح ممثلية المنظمة في واشنطن أو القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية مشروطة بدورها بتعهدات فلسطينية صارمة بعدم تفعيل خيار ملاحقة الجناة والمرتكبين من جنرالات الاحتلال وسياسيه ومستوطنيه. وفي بازار الأوهام حول فرصة بايدن والفرصة الأخيرة لحل الدولتين، وعملاً بنظرية تسهيل مهمة بايدن وفريقه والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب وتعكير مناخات التفاؤل بمقدم الإدارة الجديدة، في هذه الظروف والسياقات ليس مستبعداً أبداً أن تتطوع أطراف عربية ودولية لإقناع الفلسطينيين أو الضغط عليهم لتجنب تفعيل خيار لاهاي، وليس مستبعداً أن تستجيب السلطة لهذه المحاولات طالما أنها ذاتها تشاطر أشقائها من القادة العرب الأوهام والرهانات ذاتها النابعة في الأصل من انعدام الخيارات أو العجز عن اجتراحها وشق الطرق أمامها.
الكاتب يشير إلى أن القيادة الفلسطينية قاومت ضغوطاً مماثلة من قبل وانضمت إلى ميثاق روما وقاومت صفقة القرن وثبت أنها كانت على صواب، والمأمول في مناخات الإصلاح والمصالحة للسلطة والمنظمة أن تكون قدرتها على مقاومة ما ينتظرها من ضغوط أعلى من أي مرحلة سبقت، وأن تحشد جيوشاً من المحامين الأكفاء لمطاردة القتلة ومنتهكي حقوق الإنسان الصهاينة. قال الصحيفة واشنطن بوست إن الإشكالية الحقيقية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال محاكمته الثانية ليست عدم كفاءة فريق الدفاع، وإنما حقيقة أن قضيته هذه المرة تحوي قرائن تدين تلقائيا أي شخص. وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن حجج إدانة ترامب بالتحريض على أحداث الكابيتول كثيرة ودامغة، مما جعل كل أوراق التوت التي تمسك بها رفاقه الجمهوريون تتساقط الواحدة تلو الأخرى. على الرغم من ذلك، فإن كثيرا من هؤلاء الجمهوريين لا يزالون يتشبثون بحجة إجرائية ضعيفة مفادها أن الرؤساء السابقين لا يقعون تحت طائلة العدالة بعد مغادرتهم مناصبهم، بيد أن التاريخ يعلمنا أن الأمور لا تسير هكذا خاصة، وأن تصويتا على دستورية المحاكمة قد تم بالفعل. وتساءلت الصحيفة ماذا يعني إذن تصلب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في مواجهة الأدلة الدامغة، ورأت أن لدى النواب الجمهوريين الآن فرصة لمنع ترامب من تولي أي منصب مستقبلا، ولا يمكن في هذه الظروف فهم تخلفهم عن واجبهم سوى أنه جبن أخلاقي في لحظة اختبار وطني فارقة. واعتبرت الصحيفة أن محاكمة ترامب الثانية ليست ممارسة عديمة الجدوى لسبب بسيط، هو أن ترامب يظل أكبر تهديد يشكله شخص ما على صحة الديمقراطية الأمريكية. وتؤكد الصحيفة أن هناك مرحلة من الانحدار الديمقراطي تلتصق فيها الحركات السياسية بالعصابات والميليشيات، وتبدأ التهديدات الجسدية تحل محل الخطاب المدني، مشيرة إلى أن ترامب أوصل فعلا السياسة الأمريكية إلى هذه النقطة. وإزاء هذا النهج اختار بعض الجمهوريين المنتخبين سياسة النأي بالنفس على أمل أن تمر عاصفة ترامب، لكن خطاباته ورسائله زادت في كل مرة عنفوانا وقوة تدميرية. وتختم واشنطن بوست بالقول إن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين سيرفضون محاسبة ترامب سيكونون متواطئين في زيادة منسوب العنف السياسي، وإذا ضعفوا أمام وعود ترامب المستمرة بالانتقام فسيكونون حماة يرثى لهم للقيم الأمريكية. تمكن الطفل الأمريكي مايكل مارتينيز 7 أعوام من مدينة إليدو التابعة لولاية تكساس المصاب بالشلل من إنقاذ أسرته بعد تسرب للغاز في منزلهم، حيث زحف من على سريره إلى غرفة والديه النائمين ليوقظهما بعد سماعه صوت إنذار صادر عن الطابق السفلي للمنزل. واعتقدت والدته أنجري مارتينيز في البداية أنه جهاز إنذار الدخان قبل أن تتأكد من أنه إنذار غاز أول أكسيد الكربون، واتصلت بمسؤولين في خط المساعدة وطلبوا منها فتح جميع النوافذ. وقالت مارتينيز شعرت بالغثيان والإعياء بعد الخروج من المنزل، تبعتها آلام في الصدر وضيق في التنفس. وأشارت الأم إلى أن نسيان موقد الغاز تسبب في هذه المشكلة، إذ يؤدي الغاز إلى حرمان الجسم من الأكسجين ويؤدي إلى الوفاة فيما بعد. وأشادت الأم ووسائل الإعلام بدور البطل مايكل في إنقاذ الأسرة. نختم حلقتنا بالكاريكاتير.
بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. شكرا لكم لحسن المتابعة، في أمان الله.